السلام عليكم أخواتي، ومرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. اليوم بإذن الله راح نحضر مع بعض المشوشة، هذه الوصفة الجزائرية التقليدية، وهذا تلبية للكثير من الطلبات. هذه الوصفة تحضر غالبا للمرأة النفساء اللي تكون في فترة النفاس، كونها وصفة صحية خاصة إذا حضرناها بزيت الزيتون والعسل الطبيعي. وطريقة تحضيرها تختلف من منطقة إلى أخرى. اليوم بإذن الله راح نحضرها بطريقة بسيطة، إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو أخواتي شاركوه لأصدقائكم لتعم الفائدة، ولمن يزور القناة لأول مرة أدعوه للاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. نبدأ على بركة الله بالمقادير. راح نحتاج إلى 5 حبات بيض، 5 ملاعق كبيرة من الفرينة أو الطحين. هنا نستخدم الملعقة الكبيرة، يعني لكل حبة بيض عندي ملعقة كبيرة من الفرينة أو الطحين. هنا أضفت معهم رشة من الملح، ملعقة صغيرة من الفانيليا للتخلص من رائحة البيض، وكيس خميرة كيميائية بوزن 10 غرامات. بالنسبة لي الطريقة، راح نخلط البيض بالخلاط اليدوي، نخلطه جيدا، نضيف كل من الفانيليا والفرينة الطحين مع رشة ملح وكيس خميرة كيميائية، ونخلط بالخلاط اليدوي فقط. يعني وصفة سهلة سريعة، تحضر في دقائق معدودة، يمكن حتى نحضرها للضيوف، ضيوف الغفلة. تأكد أنه الخليط لا يحتوي على أي تكتلات. هذه هي كثافة الخليط، تكون سائلة نوعا ما. الآن نأخذ مقلاة التي سوف نطهي فيها مشوشة، نضع فيها حوالي من 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الزيت، ونضعها فوق النار تكون منخفضة. إذا بعد ما سخن الزيت الموجود في المقلاة، راح نضيف خليط المشوشة هكذا، ثم نغلق عليه ونتركه حتى تنضج من الأسفل وتأخذ لون محمر، ثم نقوم بقلبها. هنا بعد ما نضجت المشوشة من الأسفل وأخذت اللون المحمر، راح نقوم بقلبها. هنا نضيف ملعقة أو 2 من الزيت، بعد ما يسخن الزيت نعيد وضع المشوشة لتنضج من الجهة الثانية. هذا هو شكل المشوشة أخواتي بعد الطهي، لاحظوا إسفنجية خفيفة وهي لا تزال ساخنة. نقوم بوضع كمية من العسل، هنا كمية العسل على حسب الرغبة. هنا راح نقطعها حتى تشوفوا قوامها، يعني خفيفة ما شاء الله. هذا هو شكلها أخواتي، يعني إسفنجية خفيفة، لاحظوا رائعة المذاق. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.